منا ما بس كده الطياره بكل مهاره والحمد لله رب العالمين سيطرنا على الموقف ونزلنا في قبرص والحمد لله نزل الركاب والسلطات هبطت على المختطف والحمد لله فتح المايك اساسا يا ابن ابراهيم كابتن انا نزلت المختطف الاول واتعاملنا معاه بكل حب الحمد لله بالراحه يا حبيبي هو كان كويس ومفيش اي حاجه فينا واحنا كويسين يعني لو توصف لنا اللحظه الاولى بعد اعلانه اللي الطياره مخطوفه يعني اللحظه الاولى طب كلمه بس كلمه واحده يا فندم دقيقه يا فندم يا فندم معلش اليوم ده صعب يا فندم يا جماعه هو دي بس اللحظه الاولى اللي اختطفها يعني شعور الناس كان عامل ازاي ما فيش بالعكس الناس كانت متفاهمه جدا ما فيش اي حاجه وكل الناس كويسه واحنا كويسين ايه اللي حصل من اول دقيقه ايه اللي حصل من اول دقيقه معلش ما معلش ممكن انا اقول لك كنت مطمن عليكي بس انت عليكي احنا كويسين كلنا والله كلنا كويسين هو كان عايز ايه طيب هو كان عايز ايه بس معلش انا ما اعرف اسمع